فيديو جديد، مراجعة جديدة، واليوم معي أكتر ساعة كنت متحمس إني جربها من Amazfit، مع إنه ما بتقدم كتير مواصفات، بس فكرتها بحد ذاتها بترجعنا هيك إذا بدكن للزمن الجميل شوي، أيام ما كان في ساعات الكاسيو يلي بيجوا رياضيات ضد المي، يلي بيجي بقلبهم كان كالكوليتر إذا مذكرينهم، مع شاشة بتجي بلاك إنك. هيدي الساعة شركة Amazfit رجعت نزلتها بس بطريقة ذكية. اليوم معي Amazfit نيو، بس قبل ما نبلش مثل عادي لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل اذا كنتوا اول مرة عم تشوفوني. انا بلال رمضان، خلونا نبلش. اكيد البداية مع الانبوكسينج. بقلب البوكس مثل العادة، مثل كل ساعات Amazfit اللي صرنا عاملين لها انبوكسينج على الشانل، رح منلاقي الساعة، رح منلاقي الشارجر، واكيد رح منلاقي الكتيب او الكتالوج اللي هو بيجي شي 7000 صفحة وما حدا بيستعمله. ديزاين الساعة جاية بديزاين ريترو، برجعنا مثل ما قلت لكم باول فيديو للزمن الجميل، ايام ساعات الكاسيو الحلوين الرياضيات اللي كانوا يجوا ضد المي. عم يجي بديزاين كله مصنع من البلاستيك او البوليكربونات، مع لمسات خفيفة على الجوانب، مع 4 أزرار للتحكم بالساعة طالما الساعة جاي بشاشة منا تاتش، بالإضافة للستراب الرياضي يلي بيجي من الرابر. Amazfit نيو بتجي بشاشة بقياس 1.2 إنش من نوع STN Black and White، أو إذا بدكم شاشة أسود وأبيض مثل الشاشات القديمة اللي كنا نشوفها، مع باك لايت باللون الأزرق. إذا أنتوا كنتوا بالليل وبدكم تشوفوا شو فيه على الساعة، بمجرد ما حركتوها بتضوي، أو فيكن تكبسوا كبسة الباك كبسة شوي طويلة للضوء الساعة. الساعة بتجي مثل ما قلت لكم مع 4 أزرار، هي الأب الداون الباك والسلكت، لنقدر نتحكم بالساعة بشكل عام، بالإضافة لحساس أو سنسور للنبضات القلب، وسنسور تاني لقياس الأكسجين بقلب الدم. وهيدا الشيء بهيك ساعة شيء كتير مميز. Amazfit نيو عم تجي ببطارية بحجم 160 ملي أمب. هذه البطارية بما أنه عنا ساعة Black and White Ink عم بتضيني تقريبا من استخدام Full Settings، مثل كل الساعات اللي أنا بحب جربهم ضل الساعة بإيدي 24-24، موصولي على التليفون 24-24، ضينتني تقريبا من 23 ل25 نهار. ولما بدك تشرجها بتشرجها عبر الدوك يلي بيجي معها بقلب العلبة، اللي هو منه ماجنت، بيجي مثل الكبس تقريبا، وبدها تقريبا ساعتين ونص تشريج، وبتضاينك مثل ما قلت لكم اذا على الفول سيتنجز بحدود 25 نهار، واذا على النورمال يوز او تستخدموها بشكل عادي وخفيف بتضاينكم 38 نهار بكل رياحه. بما انه ساعه رياضيه، ساعه Amazfit نيو عم تجي بمعيار ال 5 ATM2، يلي من خلاله فينا ننزل فيها تحت المي على 50 متر بدون ما يصير لاي شيء الساعه. واكيد ما راح تكون مثل كل الساعات تبع Amazfit اللي عم يجوا سمارت ووتش، هي سمارت ووتش ريترو، يعني عم تعطيكم اذا بدكم تجربة الساعات القديمة بطريقة جديدة وذكية. فلما يجيكم مثلا مسج او اتصال، الساعة ما راح تقدر تبين لكم شو اللي مكتوب بالمسج، او ما راح تقدر تقلكم مين اللي عم يتصل، راح يطلع عندكم هون الايكون تبع الابليكيشن. واللذي فيها بما انه فيها سبيكر ليطلع صوتها كمان مثل صوت الاشياء القديمه، الساعه رح بترن لما يكون عم يجيكم اي نوتيفيكيشن على التليفون، ببين عندكم انه انتم عم يجيكم اتصال او عم يجيكم نوتيفيكيشن من شي ابليكيشن، بالاضافه لدعمها تقريبا فوق ال 45 سبورتس مود، وهذا الشيء عبر ابليكيشن الزاب اب يلي هي مخصصه لشركه Amazfit وبتدعم كل ساعات Amazfit. بس طبيعة الحال بما انه ساعة مانا تاتش، رح تضطروا كل ما بدكم تشغلوا سبورتس مود معينة، اذا كنتوا عم تسبحوا، عم تعملوا سبورت بالجيم، عم تعملوا اوتدور رانينج، او عم تمشوا بالطبيعة، تعملوا تراكينج لكل هيدي الانشطة، بدكم تضطروا تفوتوا من التليفون على الابليكيشن وانتوا تنقوا نوع الرياضة اللي عم تمارسوه لتبلش الساعة تعمل تراكينج مزبوط لكم. ساعة Amazfit نيو تدعم كل تليفونات الاندرويد اللي عاملة بنظام اندرويد 5 وطلوع، كل تليفونات الايفون اللي عامله بنظام iOS 10 وطلوع. واذا انتم حابين تشتروا هيدي الساعه، موجوده بكل المحلات عبر وكيل الشركه الرسمي لشركه Amazfit بلبنان، شركه سيل اند سيل كوميونيكيشن، يلي بيقدم بدوره 365 يوم كفاله على الساعه شو ما بيصير لها،
بالإضافة لأنه عم تنباع الساعة بلبنان أقل من السعر العالمي، وهذا شيء بحب أذكره بكل فيديو عم راجعه لساعات أميزفيت. سعر العالمي للساعة تقريبا 39 دولار بينما بلبنان عم تنباع ب 33 دولار، ولما نقول 6 دولار فرق، 6 دولار بيحكوا هلا بلبنان خاصة مع مشكلة الدولار، فهيدي كريدت كتير حلوة للشركة إنها عم تبيع الساعات بأسعار أقل من برا. بالنهاية بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، مثل العادة ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا عم أقدمه. تابعوني كمان على فيسبوك بيج وعلى انستغرام بيج. كان معكم بلال رمضان، شوفكم بالفيديو الجاي.